بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 62. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، ثم الأقرب فالأقرب من النساء. إذا فرض العمات انتقلت الحضانة إلى خالات الأم لأنهن أخوات أمها، وعلى الرواية الأخرى تنتقل إلى خالات الأب لأنهن أخوات أم الأب فيقدمن لأنهن نساء من أهل الحضانة ولأنهن يدين بعصبة وهو الأب. فإذا انفرض النساء فالحضانة للعصبات من الرجال وأولادهم، الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، ثم الأخ لأبويه، ثم الأخ لأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم العم لأبويه، ثم العم لأب على حسب تقديمهم في الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على الأولى بالحضانة وأنها للأم، وهذا بالإجماع، فالأم مقدمة على الأب، هذا لم يختلف فيه أحد، ولكن الخلاف فيما بعد الأم. فالمذهب أن نساء الأم يأتين بعدها، ثم يأتي بعدهن نساء الأب كالعمات والجدات إلى آخره. فإذا انقرض النساء من القبيلين من جهة الأم ومن جهة الأب تقلت الحضانة للرجال، تنتقل الحضانة للعصبة، يقدم الأقرب فالأقرب. لكن يمكن أن يسأل أحد فيقول: كيف الرجل يحضن الطفل؟ قالوا: هو لا يحضنه بنفسه، لكن يدفعه إلى امرأة تحضنه، أو يستأجر له امرأة تحضنه، لكن يكون هذا تحت إشرافه وتحت نظره. نعم. ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده. الحضانة لها موانع تمنع منها. أولا الرق، إذا كان القريب رقيقا يعني مملوكا فإنه لا حق له في الحضانة، ولو كانت الأم، إذا كانت الأم مملوكة أو الأب مملوكا أو أي أحد من الأقارب رجالا أو نساء تحت ملك فإنه لا حضانة له، لأن منافعه مستحقة لمالكه، فلا يستطيع القيام بحضانة الطفل. المانع الثاني الفسق، الفاسق ليس له حضانة، والفاسق المراد به مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالذي يشرب الخمر أو يأتي شيئا من الكبائر، فهذا ليس له حضانة، لأن الحضانة معناها تربية الطفل على الصلاح وعلى الاستقامة، والفاسق يربي الطفل على أخلاقه، فينشأ الطفل متعودا للأخلاق السيئة، فليس للطفل حظ في حضانة الفاسق. والمانع الثالث الأجنبي، الأجنبي من المحظون الذي ليس له قرابة، هذا ليس له حضانة. نعم. ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده. نعم. ولا لفاسق لأنه لا يوفي الحضانة حقها. ولا حظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته.
مسألة. نعم. ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. كذلك من الموانع المرأة المزوجة لأجنبي من الطفل، أجنبي من الطفل يعني غير قريب للطفل، فهذه ليس لها حضانة لأن منافعها مستحقة لزوجها، مستحقة لزوجها. والحضانة تفوت على الزوج بعض حقه حتى ولو سمح وقال ما يخالف هاته، ليس لها حضانة ما دام من زوجها أجنبي من المحظون، ولا سيما إذا كانت المحظونة أنثى فإن المزوجة بأجنبي من المحظون ليس لها حق، ولو كانت الأم، قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. أما لو كان زوج الحاضنة قريبا من المحظون فهذا لا يمنع، إذا كان زوج الحاضنة قريبا من المحظون فهذا لا يمنع. نعم. لوجود الشفقة في القريب. نعم. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. ولأنها تشتغل بالاستمتاع عن الحضانة، فإذا زوجت المرأة لمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها، لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردة، فمع اجتماعهما أولى. إذا زوجت بقريب من المحظون فهذا لا يمنع. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها لما كانت مزوجة بجعفر ابن عمتها، إذ كانت من أهل الحضانة لكونه عصبة. مسألة. نعم. فإذا زالت الموانع منهم مثل انطلقت المزوجة أو عتق. نعم. فإذا زالت الموانع منهم مثل إذا زالت الموانع عادت الحضانة. فإذا طلقت الأم، إذا طلقت الأم عاد لها حق الحضانة لزوال المانع. وإذا تاب الفاسق، إذا تاب الفاسق واستقام عادت له الحضانة لزوال المانع. وإذا عتق الرقيق صار حرا عادت له الحضانة لزوال المانع. نعم. فإذا زالت الموانع منهم مثل إن طلقت المزوجة أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق، عدل أو عدل الفاسق، عاد حقهم من الحضانة. نعم. لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع. نعم. مسألة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. الحضانة وقتها إلى 7، فإذا بلغ المحظون 7 سنين فإن كان أنثى فإنها تكون عند أبيها من أجل أن يصونها ويسترها ويحميها، لأن الأم ضعيفة فلا تبقى عندها البنت إذا بلغت 7 سنين، إنها ضعيفة وقد تتضرر البنت، فتكون عند أبيها بلا تخيير. وأما الغلام والذكر إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما صار إليه. نعم. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وروى أبو داود سعيد بن منصور يعني في سننه، فدل هذا على أن
الغلام إذا بلغ السبع يخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما. نعم. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وهذه قصة ثانية أيضا، وها أن امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها يريد أن يأخذ ابنها منها، وقد كان يسقيها من البئر، دل على أنه كبير، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أمه فصار عند أمه. نعم. ولأنه إجماع الصحابة على التخيير، يعني أن الصحابة أجمعوا على أن الغلام إذا بلغ سبع يخير، لأنه إذا بلغ السبع صار عندها رأي، صار عندها تمييز بين ما ينفعه ويضره، فيخير، صار له حق التخيير. أما قبل السبع فليس عنده تمييز وليس عنده فرق. نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وعن عمارة الحرمي قال أو الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وأبي، وكنت ابن سبع سنين أو ثمان. وروي نحو ذلك عن أبي هريرة. يعني فيها حديث وآثار تخيير الغلام. وأما الجارية فإنها تكون عند أبيها لأنه أصون لها وأحفظ لها. نعم. وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا. نعم. مسألة: وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها، لأن الغرض بالحضانة الحظ للجارية في الكون عند أبيها، لأنها تحتاج إلى الحفظ والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها. الأم لا تستطيع صيانة البنت التي بلغت سبعا، فيكون عليها خطر من الضياع الخلقي، فتكون عند أبيها لأنه أهيب وأقدر على صيانتها. ولكن المشكلة إذا كان الأب عنده ضرة، يعني زوجة لا تريد البنت فيحصل على البنت ضرر، يمكن أنه يجعلها عند أنثى غير الزوجة ويشرف عليها، يجعلها عند قريبة من قريباته ويشرف عليها. نعم. ولأن الجارية إذا بلغت السبع فقد قاربت الصلاة للتزويج. صلاحة. فقد قاربت الصلاحة للتزويج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع. هذا تعليل آخر، أولا أن الأب أقدر على صيانتها، وثانيا أنها قاربت صلاحية التزويج، يكون يتولاها ويزوجها إذا جاء لها كفء. ويجوز تزويج الصغيرة، ولو كانت دون التمييز، إذا كان هذا أصلح لها وجاء كفء يريدها فإن أباها يزوجها، لأن أبا بكر الصديق زوج عائشة وهي بنت سبع، زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على جواز تزويج الصغيرة إذا كان في ذلك مصلحة لها. نعم. وإنما تخطب الجارية من أبيها لأنه المالك لتزويجها،
وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث فيقدم على غيره كما يقدم بالعقد. مسألة. وعلى الأب أن يسترضع لولده. الرضاعة ضرورية للطفل لأنه يتغذى بها لأنه لا يأكل الطعام، فإن أرضعته أمه فهذا أحسن ولو بالأجرة، ولو طلبت من أبيه الأجرة فإنه يجب عليه دفع الأجرة للمرضعة ولو كانت أم الطفل، لأن النفقة تجب عليه وهذا من النفقة، هذا من النفقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له وهو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له وهو الأب رزقهن رزق المرضعات وكسوتهن بالمعروف. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده لأن نفقته عليه واجبة، فكذلك رضاعة إلا أن تشاء الأم أن ترضعه لأجل مثلها فتكون أحق به من غيرها. إن تبرعت الأم وأرضعته فهذا طيب، وإن لم ترضعه إلا بالأجرة وجب على الأب أن يدفع لها الأجرة كغيرها أجرة المثل. وإن أبت الأم أن ترضعه وجب على الأب أن يطلب مرضعة له بالأجرة من الأجنبيات، لأن هذا واجب عليه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. نعم. تكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوجة أو مطلقة، لأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا نعلم في ذلك خلافا. فتقدم على الأم على غيرها ولو بالأجرة. لو قالت أجنبية أنا أرضعه مجانا، وقالت الأم أنا أرضعه بالأجرة، تقدم الأم بالأجرة لأن شفقتها أكثر ولأن لبنها أنفع للطفل. نعم. وقد قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فقدمهن على غيرهن، وقال سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم أي الأمهات فآتوهن أجورهن، هذا في المطلقات، ولكن ولو كانت الأم غير مطلقة في عصمة الأب فلها المطالبة بالأجرة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. نعم. مسألة. فإن لم يكن للصبي أب ولا مال فعلى ورثته أجرة رضاعه. إذا كان الأب ما يستطيع دفع الأجرة احتاج الطفل إلى الرضاع بأجرة، والوالد ليس عنده القدرة على دفع الأجرة، تكون على أقاربه من الرجال الأقرب فالأقرب، قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث مثل ذلك. نعم. أولا بدأ بالأب ثم قال وعلى الوارث، يعني عند موت الأب أو عجزه عن الإرضاع عليه مثل ذلك. نعم. فعلى ورثته أجرة رضاعه على قدر ميراثهم، لأن الله سبحانه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب عليه. فإذا كان له عدة ورثة فإن كلا منهم يتحمل من الأجرة بقدر ميراثه، فمن يرث السدس عليه سدس الأجرة، ومن يرث النصف عليه نصف الأجرة، وهكذا. نعم. فأوجب على الوالد أجرة الرضاع، وتكون واجبة عليهم على قدر ميراثهم منه، لأن الله سبحانه رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوالد مثل ذلك.
فيجب أن ترتب في المقدار عليه. ومن كان ينفرد بميراثه انفرد بالنفقة. نعم. فإذا كان للصبي أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد، وإن كان له لأن الأم ترث الثلث والجد يرث الباقي. وإن كان له جد وأخ فعلى الجد السدس والباقي على الأخ كالنفقة سواء. نعم. وإن كان له جد وأخ فعلى الجد السدس والباقي على الأخ. نعم. كالنفقة سواء. ولو كان له أب كان الجميع عليه لقوله سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الأب ينفرد بنفقة ابنه، ينفرد بنفقة ابنه لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، حتى ولو كان له مشارك في الميراث فإنه ينفرد بالنفقة. نعم. ولو كان له أب كان الجميع عليه لقوله سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فجعل أجرة الرضاع عليه دونها، وقال لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، دل على أن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على الزوج والوالد، قولي لهذا الحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن جملة ذلك الرضاع، فإنه يكون على الأب كاملا. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك. انتهت الحضانة، تقل إلى نفقة الأقارب والمماليك. الأقارب جمع قريب، والمراد به من يرثه المنفق، من يرثه المنفق. والمماليك جمع مملوك، ويراد به الأرقة والبهائم. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، لقوله سبحانه وبالوالدين إحسانا. على الولد نفقة الوالدين وإن علوا، يعني والأجداد مهما علوا، كالجد والجد الجد وهكذا، لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان إلى الوالدين الإنفاق عليهما، فيجب على، تقدم لنا أن الأب ينفق على ولده، وهنا الولد ينفق على والده، فعمود النسب ينفق بعضهم على بعض، فالوالد ينفق على ولده والجد ينفق على ولد ولده وهكذا، وبالعكس الولد ينفق على والده وعلى جده وعلى جد جده. نعم. لقوله سبحانه وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، رواه أبو داود. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، يعني من كده، هو كان يحترف ويأكل من أجرته، هذا أطيب النفقات، لأنه يكون خاليا من الشبه، كون الرجل يأكل من كسبه وكده هذا أفضل النفقات وأطيبها لبعده عن الشبه. وكان داود عليه السلام على ما أعطاه الله من الملك كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها. نعم. فدل على أن
أكل الإنسان من كسب يده أفضل، وهو أطيب المكاسب. نعم، وأطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فهذا فيه دليل على أن كسب الإبل كسب لوالده، يأكل منه، يأكل من كسب ولده كما يأكل من كسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال للولد: أنت ومالك لأبيك، ملك لأبيك. فدل على أن مال الولد ملك للوالد، يأخذ منه ما يريد ما لم يتضرر الابن بذلك. نعم. مسألة: وتجب نفقة الأولاد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم للهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كما تجب نفقة الوالدين، تجب نفقة الأولاد على آبائهم، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان رضي الله عنه: خذي ما يكفيك وولدك، يعني من مال أبي سفيان، بالمعروف. فهذا فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على أبيهم. نعم. وتجب نفقة الأجداد وأولاد الأولاد، لأنهم آباء وأولاد. كما تجب نفقة الأب، تجب نفقة الجد، لأن الجد أب ولو علا وارتفع في النسب. وكذلك تجب نفقة أولاد الأولاد وإن نزلوا، لأنهم أولاد. نعم. قال سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم. فسمى إبراهيم أبا لنا، مع أنه جد، جد مرتفع، أدل على أن الجد يسمى أبا، وما دام أنه أب تجب عليه النفقة. نعم. وقال تعالى: يا بني آدم. يا بني آدم، والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وآدم جد لهم مرتفع، سماه أبا. نعم. مسألة: وتجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب. بعد الأب والابن، يعني بعد عمودي النسب، تجب النفقة على من يرث المحتاج، على من يرث المحتاج بفرض، كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه إلى آخره، هذا إرث بتعصيب. أو إرث بفرض كأخيه من الأم وأمه وجدته وأخته إلى آخره. نعم. بقدر ميراثه. نعم. وتجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب، سواء من يرثه المنفق، من يرثه يعني المنفق، بفرض أو تعصيب. فإذا كان القريب عاصبا وجبت عليه النفقة بمقدار تعصيبه، وإذا كان القريب صاحب فرض وجبت عليه النفقة بقدر فرضه. نعم. سواء ورثه الآخر أو لا، سواء ورثه المنفق عليه أو لم يرثه، بأن كان هناك حاجب، بأن كان هناك من يحجب. نعم. كعمته وعتيقه سوى الزوج، لقول الله سبحانه: كعمته. فيجب عليه الإنفاق على عمته إذا احتاجت، لأنها لو ماتت ورثها بالتعصيب، أما هي فلا ترثها. العمة لا ترث ابن أخيها لا بفرض ولا بتعصيب، لأنها من ذوي الأرحام، فلا يشترط في المنفق عليه أن يكون وارثا للمنفق. نعم. كعمته وعتيقه. العتيق أيضا، العتيق يرثه معتقه بالتعصيب، ولا عكس، أي العتيق لا يرث المعتق. فإذا احتاج العتيق إلى نفقة وجب على المعتق. نعم. كعمته وعتيقه سوى الزوج،
لقول الله سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الوارث أجرة قضاء الصبي فيجب أن تلزمه نفقته. وروى أبو داود نعم شغل سواء ورثه الآخر أو لا جوه. وتجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه سوى الزوج. نعم. لقول الله سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك، يعني سوى الزوج، فالزوج تجب عليه نفقة زوجته ولو كان لا يرثها، كما لو كانت كتابية مثلا، لو كانت كتابية يجوز للمسلم يتزوج الكتابية، لكن لو ماتت لا يرثها وهي لا ترثه أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن تجب النفقة عليه بالزوجية، يجب على زوج الكتابية المسلم أن ينفق عليها بالزوجية. نعم. فأوجب على الوالد أجرة رضاع الصبي فيجب أن تلزمه نفقته. وروى أبو داود أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوك؟ قال أمك، قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك. يلي ذلك ومولاك الذي يلي ذلك. نعم. حقا واجبا ورحما موصولا. نعم. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته. نعم. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته. على بني عم منفوس. على بني عم، على بني عم، على بني عم منفوس. عم منفوس. عم منفوس بنفقته. يعني في النفاس يعني صغير، وأوجب نفقته على عمه التي هي الرضاعة. نعم. ولأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد. نعم. مسألة. ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط، أحدها فقر من تجب نفقته. فإن كان من تجب نفقته غنيا فليس له نفقة، لأنه يستغني بماله، ليس له نفقة على أقاربه الأغنياء، لأنه يستغني بماله، فيشترط أن يكون فقيرا. نعم. فإن كان غنيا بمال أو كسب لم تجب. غنيا بمال موجود عنده أو غنيا بالكسب، يعني يقدر يكتسب وهناك فرص للكسب، فهذا لا تجب نفقته على قريبه الغني، يقال له احترف واكتسب وأنفق على نفسك، إنما النفقة تجب للفقير الذي لا يقدر على الكسب، لا يقدر على الكسب، أو يقدر على الكسب ولكن ليس هناك مجال للكسب فينفق عليه قريبه. نعم. لأنها وجبت على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغنى كالزكاة. والغني لا بماله أو بكسبه ليس محلا للمواساة. نعم. مثل الزكاة، الزكاة إنما تعطى للفقير الذي ليس عنده مال ولا يقدر على الكسب، أما من كان عنده مال يغنيه أو كان قادرا على الكسب فلا يستحق من الزكاة شيئا، فكذلك النفقة على القريب. نعم. الثاني أن يكون للمنفق مال ينفق عليه. الثاني غنى المنفق، الشرط الثاني غنى المنفق، يكون للمنفق مال يفيض عن حاجته، يفيض عن حاجته وحاجة من يمونه، فيجب عليه الإنفاق على قريبه المحتاج. أما إذا كان ليس عنده مال أو عنده مال لا يفيض عن حاجته وحاجة من يمونه فإنه لا يجب عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. أن يكون للمنفق مال ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته.
لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال الترمذي: حديث صحيح. ابدأ بنفسك، فإن فضل عنها شيء فبمن تعول، فإن فضل شيء عمن يعول فإنه ينفق على قريبه المحتاج. نعم. ولأنها مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية. ثالث: أن يكون المنفق عليه وارثا، فأما من لا يرث كذوي الأرحام فقال القاضي: لا تجب نفقتهم. الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فرتب النفقة على الميراث. إذن فالشروط ثلاثة: أولا فقر المنفق عليه وعجزه عن الكسب، ثانيا غنى المنفق بما يفضل عن كفايته، كفاية من يمونه، ثالثا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. نعم. الثالث: أن يكون المنفق عليه وارثا. أن يكون المنفق وارثا. فأما من لا يرث كذوي الأرحام فقال القاضي: لا تجب نفقتهم رواية واحدة. نعم. إذا كانوا من غير عمودي النسب، وأما إن كانوا من عمودي النسب فلهم النفقة بوجود الإيلاد والمحرمية. نعم، الجدات التي لا يرثن تجب نفقتهن كأم الأم وأم أبي الأم، هؤلاء غير وارثات ولكن تجب نفقتهن لأنهن من عمودي النسب. نعم. وقال أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم روايتان، إحداهما تجب لأنهم أقارب أشبه الوارث، والثانية لا نفقة لهم لأنهم لا يرثون أشبه الأجانب. نعم. مسألة: فإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة. إذا كان الفقير له عدة ورثة يرثونه لو مات، فإن النفقة تجب عليهم على قدر إرثه، فمن يرث النصف عليه نصف النفقة، ومن يرث الثمن عليه، من يرث الثلث عليه ثلث النفقة، ومن يرث السدس عليه سدس النفقة، وهكذا، إلا إذا كان معهم أب. إذا كان مع الورثة أب فإن الأب ينفرد بنفقة ولده، لما سبق من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأمرها أن تأخذ النفقة كاملة من مال أبي سفيان، فدل على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده. نعم. إذا وجد وكان غنيا. نعم. إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، كما قلنا في أجرة الرضاع وقد سبق. نعم. مسألة: وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم. انتهت نفقة الأقارب، انتقل إلى نفقة المماليك وهم الأرقاء، فيجب على السيد أن ينفق على مملوكه، لأن الله ملكه إياه فوجبت نفقته عليه، ولأن منافع المملوك مستحقة للمالك فيجب على المالك أن ينفق على مملوكه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى المملوك، وأن يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل. قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، إلى آخر الحديث.
ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. ولقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وما ملكت أيمانكم، فجعل للمماليك حقا من جملة الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية. بدأ بحق الله سبحانه وتعالى، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى، ثم حق المساكين، ثم حق الجيران، ثم قال: وما ملكت أيمانكم. نعم. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من معونة وكسوة. يقوم المالك بحاجة المملوك من نفقة وكسوة ومسكن وتزويج إذا احتاج إلى تزويج. نعم. وما يحتاجون إليه من معونة وكسوة بالمعروف. بالمعروف يعني بالمتوسط، بالمتوسط، لا إجحاف ولا مبالغة. نعم. لما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. نعم. فيجب على المالك أن يحسن إلى المملوك، يحسن إليه وينفق عليه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه فليعنه على ذلك. هذا من عدل الإسلام ورحمته. ألم يجعل للمالك الاستبداد والظلم في حق المملوك بحجة أنه مملوك له وأنه يعمل فيه ما يشاء؟ لا، ممنوع من هذا، ممنوع من ظلمه والإساءة إليه وتجويعه والإضرار به. ما يقول هذا ملكي أنا أتصرف فيه، يقول لا. حتى البهائم يمنع من الإساءة إليها ومن تجويعها، يمنع من هذا. نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه الشافعي. وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده. مسألة. فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. إذا لم يقم المالك بالإنفاق على المملوك فإنه يجبر على بيعه لمن يقوم بذلك، ولا يقر تحت يده وهو ظالم ومضرر بهذا المملوك. يتدخل ولي الأمر فيقول له: إما أن تقوم بالواجب نحو مملوكك، وإلا يجب عليك أن تبيعه، يلزمه بالبيع ليزيل عنه الظلم. نعم. فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. أجبروا على بيعهم من قبل الحاكم إذا طلبوا، يعني المماليك، إذا طلب المماليك ذلك. نعم. لأن الحق لهم، لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بالواجب عليه من نفقة وكسوة بالمعروف إضرار به، وإزالة الضرر واجبة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها. المرأة إذا عجز زوجها عن الإنفاق عليها فلها المطالبة بالفسخ دفعا للضرر عنها. كذلك المملوك إذا سيده امتنع أو عجز من الإنفاق عليه فإنه يؤمر ببيعه وإزالة الملك عنه دفعا للضرر. نعم. باب الوليمة. نعم. باب الوليمة، وهي اسم لدعوة العرس. الوليمة فالوليمة
مأخوذة من هذا المعنى من تمام العقد وتمام الزواج، وهي سنة. الوليمة على الزواج سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للمتزوج بارك الله لك أولم ولو بشاة. وكان صلى الله عليه وسلم في زواجاته يصنع الطعام ويدعو أصحابه، فالوليمة سنة في الإسلام وتركها ترك للسنة، ولكن لا يبالغ فيها ويسرف فيها كما يفعل الناس اليوم، بل يعتدل فيها ويتوسط فيها. بعض الناس ما يعمل شيء أبد ولا يعمل أي وليمة، هذا خلاف السنة، وبعضهم يسرف ويبذر وهذا أيضا خلاف السنة محرم. والخير الأمور الوسط والاعتدال، فيعمل بالسنة ويتجنب الإسراف والبذخ الذي يعمل الآن من غير حاجة، ومن غير بل هو من باب المباهات، ذبح الذبائح الكثيرة وصنع الأطعمة الكثيرة وعمل الحفل الضخم في الفنادق أو في بيوت الأعراس، هذه البيوت التي شقت على الناس وكلفتهم ما لا يطيقون، فهذا كله إسراف وبذخ وتبذير يجب منعه. نعم. وهي اسم لدعوة العرس، حكاه ثعلب وغيره من أهل اللغة. والعبيرة دعوة الختان. الوليمة التي تعمل للختان تسمى عذيرة، لأن الختان إعذار، المعذور هو المختون، في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور، يعني مختون. نعم. فسميت الوليمة باسمه فقيل عذيرة من العذر وهو الختن. نعم. والخرسة دعوة الولادة. خرسة يعني إذا عمل الوليمة بمناسبة ولادة المولود سمى خرسة. نعم. والوكيرة دعوة البناء. الوكيرة دعوة البناء، إذا دخل بها يعمل وليمة سمى بالوكيرة، يعني هذه أسمى أنواع الولائم التي تقام. نعم. والنقيعة لقدوم الغائب. الذي يعمل لقدوم الغائب يسمى نقيعة، إذا عمل وليمة لقدوم غائب تسمى نقيعة عند العرب يعني. والعقيقة للمولود. العقيقة التي تعمل للمولود وهي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وقال عن الغلام جاء وعن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، هذه عقيقة وهي سنة مؤكدة تكون على الأب. نعم. والحذاء الطعام عن حفظ الصبي. نعم. والحذاء الطعام عن حفظ الصبي. نعم. عند حفظ الصبي يوم ختم القرآن. نعم. والحذاء عند حلق الصبي يعني ختمه للقرآن، يسمونها الناس الختامة، إذا ختم أو زفافة كانوا يسمونها بنجل الزفافة أو الختامة، إذا ختم الطفل القرآن يعملون وليمة، ويقول أنها تسمى الحذاقة أو الحذاق. نعم. والمأدبة اسم لكل دعوة. أما المأدبة فهي اسم عام لكل وليمة، كل وليمة تصنع تسمى مأدبة. نعم. ودعوة العرس مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من ذكر أنواع الولائم والمناسبات لها رجع إلى المقصود بالباب وهو وليمة العرس، قال إن هي مستحبة، قوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، فالوليمة على العرس ثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. نعم. ودعوة العرس مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج أولم ولو بشاة، ولأنها طعام سرور أشبه سائر الأطعمة، ولا خلاف بين أهل العلم أنها سنة مشروعة
والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها عبد الرحمن. قال أولم، والأمر يفيد الاستحباب، يفيد الاستحباب هنا. وقال أنس رضي الله عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو له الناس وأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. وأولم على صفية بنت حيي حيسا في نطع صغير، متفق عليهم. الحيس هو التمر مع السمن. نعم. مسألة: والإجابة إليها واجبة إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول. نعم. والإجابة إليها واجبة. الإجابة إلى الوليمة، وليمة العرس، واجبة. إذا دعا عين المدعو، قال يا فلان تعال عندنا عندنا وليمة للزواج، وجب على المدعو أنه يحضر، لأن يعني من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته، إلا إذا كان له عذر. قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنع منها من ويمنع منها الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فقوله عصى الله ورسوله دليل على وجوب إجابة الدعوة لها. لكن إذا كانت مثلا دعوة مثل دعوات اليوم في بيوت الأعراس، هذا الجمع الضخم، وهذا هذا مشكل، يعني إن ذهبت تحرج مع كثرة هالعالم، وإن لم تذهب صرت عاصيا لله ولرسوله. فمما يؤكد على المسلمين الاقتصاد في هذه الأمور، وأن لا يكثر الجمع ولا يكثر خلط الناس، حتى إن المدعوين يرتاحون إذا جاءوا وحضروا. أما أنك تعمل قصر يجتمع فيه المئات من الناس والأطفال والنساء والمدري والصخب، فهذا يسيء إلى الناس المدعوين. نعم. والإجابة إليها واجبة إذا عينه الداعي المسلم. إذا عينه، بشرط أن يعينه. إذا قال يا فلان أو أرسل له بطاقة مثل ما يعمل الآن، هذا تعيين. أما إذا أعلن إعلان وقال ترى الوليمة في محل كذا، دعوة عامة تسمى الجفلة، هذه دعوة الجفلة، هذه لا يجب إجابتها لأنه ما عينه. لو وقف بالمسجد وقال تفضلوا عندنا عشاء، هذه دعوة عامة، إن شئت تروح ولا ما تروح هواك. لكن لو قال يا فلان أحضر عندنا عشاء، وجب عليك إجابة الدعوة. نعم. إذا عينه الداعي المسلم. وليس هناك منكر، بشرطين: يكون يعينه، أن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره. إذا كان في الدعوة محل الاجتماع منكرات ولا يقدر المدعو على تغييرها، فإنه لا يجب عليه الحضور أو لا يجوز له الحضور. أما إذا كان يقدر على الإنكار وعلى التغيير، وجب عليه من ناحيتين: من ناحية إجابة الدعوة، ومن ناحية إنكار المنكر. نعم. ها؟ في كل دعوة، لكن الكلام الآن على وليمة العرس، والله في كل دعوة. نعم. إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول، أن يكون الداعي أيضا مسلما، إن كان الداعي غير مسلم لم تجب إجابته. قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، خصه بالمسلم. نعم. في اليوم الأول، وألا تتكرر الوليمة، لا تتكرر الوليمة، فإن تكررت لم يجب إجابتها. الوليمة الأولى هي التي يتعلق بها الحكم، أما الثانية والثالثة فهي إسراف. نعم. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم في وليمة فليأتها.
فقال أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه البخاري. نعم. مسألة: ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، يجب عليه الحضور ولو كان ما هو بآكل، يكونه صائما مثلا، أو أن أكل الطعام يضره، يكون عند حمية ولا يأكل الطعام، هو يحضر ويدعو ويبرك لهم وينصرف. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. حتى الصائم يجب عليه الحضور وهو صائم، فإن شاء، إن كان صومه فرضا فإنه يستمر على الصيام ويدعو لأصحاب الوليمة ينصرف، أما إن كان صومه نفلا فهو بالخيار، إن شاء أفطر وأكل، وإن شاء استمر على صيامه ودعا وانصرف. نعم. لكن يبين عذره، ما يحضر ثم ينصرف ولا يبين عذره، يبين عذره أنه صائم أو أنه ممنوع من أكل الطعام أو غير ذلك، لئلا يوجد هذا في نفس صاحب الوليمة شيئا من الحرج. نعم. مسألة: والنثار والتقاطه مباح في إحدى الروايتين. النثار هو الدراهم اللي تنثر على الحاضرين، تنثر على الحاضرين، مباح هذا من أجل الفرح بالوليمة، ويباح التقاطه، يباح لك أنك تأخذ مما ينثر، أمنه من ثرى ورق ولا جنيهات ولا فضة، وقع بيدك شيء خذه، مباح هذا، لأنهم آذنين فيه، آذن فيه صاحبه. نعم. والنثار والتقاطه مباح في إحدى الروايتين، لما روى عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات وقال: من شاء قطع. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا جاري مجرى النثار، يعني سواء كان النثار من اللحم أو كان من النقود، إذا أذن وقال من شاء أخذ يأخذ. نعم. ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان، وهو مكروه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسراف، هو مكروه لما فيه من الإسراف، لكن يباح أنه يأخذ منه. نعم. وهو مكروه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهب والمفلة. رواه البخاري والإمام أحمد في المسند. ولأن فيه تزاحما وقتالا، وربما قتال يعني تدافع، ما هو قتال ذبح، لا تدافع يعني. ولأن فيه تزاحما وقتالا، وربما أخذه من يكره صاحبه لقوته وشدة نفسه، وحرمه. نعم. وربما أخذه من يكره صاحبه، ربما أخذه عدو لمن نثره لأنه قوي، وحرم منه من هو صديق للناثر ومحب له وفقير أيضا. نعم. وحرمه من يحب صاحب النثار صيانة لنفسه ومروءته عن مزاحمة السفلة، فكره لما فيه من الدناعة. فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم وقلة الآخذين، أو فعله لاشتغاله بالمناسك. هذا في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل هديا، وقال: من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، تركها للناس وأباحها لهم، فدل على أن إباحة المال للناس أنه أمر جائز، سواء في الزواج أو في غيره. إذا جبت معك صرة فلوس ووضعتها وقلت من شاء أن يأخذ منها يأخذ، فهذا مباح لأنه مالك وأنت أذنت فيه، لكن يكره لما فيه من الزحام
وربما أنه يحصل فيه ضرر على بعض الناس الضعفاء يدفعهم الأقوياء، وفيه نوع من اللهو. نعم. وهو مباح في الجملة غير محرم، ومن أخذ منه شيئا ملكه، لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان. وإنما الكلام في الكراهية مسألة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. إن قسم على الحاضرين دراهم ولا ملابس ولا يعني أشياء من المنافع فهو أحسن من النثار، لأن يندفع فيه الأذى والزحام. فإذا أردت توزع على الحاضرين دراهم طيبة، أو ساعات أو أقلام تشجيعا لهم على الحضور، هذا شيء طيب. نعم. ولا خلاف لأن ذلك حسن غير مكروه. ها؟ وإن قسم على الحاضرين كان أولى. ولا خلاف في أن ذلك حسن غير مكروه، يعني التقسيم، لأنه ما يحصل فيه ضرر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرات، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن ثمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي. نعم. قال المرودي وسألت أبا عبد الله عن الجوز نفير فكرهه وقال: يعطون من يقسم عليهم. إيش؟ سألت أبا عبد الله عن الجوز، جوز نفير. إيش الجوز نفير؟ نعم. فكرهه وقال: يعطون من يقسم عليهم. وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز، لكل واحد خمسة، لما حدق ابنه حسن، والله أعلم. الله. انتهى؟ طيب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليست نفقة الزوجة والأولاد تقدم على نفقة الأبوين؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. إلا قدم نفقة الزوجة تقدم على نفقة الأبوين، لأن الزوجة محبوسة عليه، محبوسة على الزوج، فنفقتها مقدمة. وكذلك أولاده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد تزويج ولده؟ إذا كان ولده لا يستطيع الزواج وجب عليه يزوج ولده، وقريبه، قريبه المحتاج الذي لا يجد من يتزوج وغني يقدر يزوجه، يجب عليه ذلك، لأن هذا من النفقة، هذا من الضروريات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وليمة السكن في البيت الجديد تعتبر بدعة؟ مباحة إقامة الوليمة في السكن الجديد، هذا أمر مباح، لا يقال أنه سنة ولا يقال أنه محرم، بل هو مباح، عادة مباحة ما فيها شيء إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المصنف: إذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها، السؤال: من هو أحق بها قبل السبع، الأم أم الأب؟ سبق هذا أن الأم مقدمة قبل السبع، إذا كانت مطلقة لم تتزوج فهي أحق بحضانة الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. نعم. في الغالب أن الطفل يميز لسبع سنين، وقد يميز قبل ذلك. نعم. ها؟ لا، يشترط في المحرم البلوغ، ما يكفي التمييز، المحرم هو الرجل البالغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأعمام؟ إذا كان لا يرثهم
إذا كان محجوبا عنهم من الميراث يجوز، إذا كانوا فقراء هم أولى، القريب المحتاج أولى بالزكاة، بزكاة قريبه. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن الوليمة سنة، وفي الحديث الأمر بالوليمة، فما الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ لأنها من الآداب، من الآداب الشرعية، فتكون يكون الأمر فيها للاستحباب، والنهي يكون للكراهة، مثل النهي عن الأكل بالشمال، قالوا هذا للكراهة، لأن هذا من الآداب، النهي للكراهة والأمر يكون للاستحباب، هذه عندهم قاعدة، الآداب الشرعية يكون الأمر فيها للاستحباب والنهي فيها للكراهة، والوليمة في الزواج من الآداب الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بطاقات الدعوة للزواج يجب الإجابة إليها أم هي دعوة جفلة؟ وإذا نص في الدعوة على العائلة فهل تذهب بجميعها؟ لا، مسألة العائلة لا، لأنه ربما يحصل مفاسد من ذهاب العائلة، خصوصا في حفلات المعاصرة الآن يحصل فيها كثير من المفاسد. أما الشخص المدعو بالبطاقة إذا عين كتب اسمه على الظرف أو كتب على أول البطاقة يجب عليه الإجابة إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط، يعني كان الداعي مسلما وكان ليس هناك منكر في الوليمة وعينه بالاسم وجب عليه الحضور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل وليمة يدعى الإنسان إليها يجب عليه إجابة الدعوة، وكيف يفعل إذا لم يرغب في الحضور؟ يعتذر. نعم، الإجابة عامة، يعني إجابة الدعوة عامة في وليمة الزواج وغيره، إذا دعاك وجبت عليك الإجابة، إلا إذا كان هناك مانع فإنك تعتذر، تبين له العذر. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كانت الوليمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم، قال وإذا دعاك فأجبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الوليمة هي اسم لدعوة العرس كما ذكره أهل اللغة، ما هي بخاصة بدعوة العرس، الوليمة هي الطعام الذي يصنع لمناسبة، سواء كانت المناسبة عرس أو ختان أو قدوم غائب إلى آخر المناسبات التي ذكرها الشارح كما سمعتم، لكن أولاها وأوكدها وليمة العرس والختان، وليمة العرس والختان هما آكد الولائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحديد سن التخيير للذكر 7 سنين وكذلك سن 7 للأنثى حين تسلم لوالدها، ما هو الحكمة في تحديد ذلك السن، علما لأن الأحاديث الصحيحة التي أوردها المصنف رحمه الله ذكر فيها الغلام ولم يحدد عمره؟ مميز، لأن قالت يسقيني من بئر كذا، فدل على أنه مميز، لأن ما يروح للبئر ويجيب الماء إلا واحد مميز، ولأن المميز يفرق بين ما ينفعه ويضره. نعم. والسبع هي الغالب، 7 سنين هي الغالب، ما هي بتحديد مضطرد، لكن هي الغالب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اختار الغلام أمه فنفقته هل تكون على الأب وهل يلزم الأب ذلك؟ ما في شك أن نفقة الغلام على أبيه سواء كانت عنده أو عند أمه، لأن نفقة الولد على والده كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، دل على أن نفقة الأولاد على أبيهم مطلقة سواء كانوا عندها أو عند غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المصنف أن الإمام أحمد سئل عن الجوز نفير، فما هو الجوز نفير؟ كأنه جوز يوزع، الجوز معروف، جوز الهند يوزع على الحاضرين، وأما نفير هذا كلمة مرادفة له، ولا هو الجوز معروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
إذا كان الشاب نشيطا فهل نعطيه أم لا ونقول له أمن واستغني بنفسك؟ سمعتم أنه إذا كان يقدر على الكسب فإنه لا يعطى من الزكاة ولا يعطى ولا تجب نفقته على قريبه لأنه مستغن بقوته، فيؤمر بالاكتساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. مرة يعني قوة عنده. ولما جاءه اثنان يسألانه من الزكاة رأى أن فيهم جلادة يعني قوة، فبين صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا حظ فيها للقوي المكتسب، فالذي يقوى على الكسب لا يعطى من الزكاة ولا من الصدقات لأنه غير مستحق، لأنه يقدر على الكسب والكسب متوفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون التعصيب؟ التعصيب هو الإرث بلا تقدير بعد أصحاب الفروض، بعد ما يأخذ أصحاب الفروض فروضهم الباقي يكون للعصبة يعني للأقارب من النسب. قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل أولى رجل ذكر. هؤلاء هم العصبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسلم لا يؤاخذ بما يحدث به نفسه فكيف نجمع بين هذا وقوله تعالى في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ نجمع بينهما بالعموم والخصوص، العموم والخصوص، تكون الآية مخصصة لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها. إلا في الحرم فإنه يؤاخذ على ما هم به وأراده من الظلم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فهذا خاص والحديث عام، ويحمل العام على الخاص كما هي القاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إقامة الوليمة في أكثر من يوم؟ الوليمة المستحبة أول يوم، والثانية يقولون مباحة، والثالثة إسراف ومكروهة لأنها لا داعي لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الصحابة رضوان الله عليهم عن صلاته صلى الله عليه وسلم في القيام حتى ظننا أنه نسي، هل هذا يشمل جميع الصلاة؟ نعم. قول الصحابة رضوان الله عليهم عن صلاته صلى الله عليه وسلم في القيام، يعني القيام من الركوع، حتى ظننا أنه نسي، هل هذا يشمل جميع الصلاة من سجود وركوع وقيام وجلوس بين السجدتين وعند التشهد الأخير؟ نعم، طمأنينة في جميع الأركان، طمأنينة واجبة في جميع الأركان، في الركوع وفي القيام والاعتدال من الركوع، وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين، في جميع الأركان الطمأنينة مطلوبة واجبة، وهي ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يستعجل في صلاته وهو الذي سمي بالمسيء أمره أن يعيد الصلاة، قال صلي فإنك لم تصلي، والسبب في هذا أنه لا يطمئن في صلاته، يسرع وينقرها نقرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن معلم الصبيان لا تقبل شهادته ولماذا؟ لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، مش المانع من قبول شهادته، هو محسن، اللي علم الصبيان هذا محسن، لكن يقولون الناس يقولون ان معلم الصبيان انه ينهبل في اخر الوقت، يقولون انه ينهبل لان الصبيان يعني ياثرون عليه ويتاثر ويختل في اخر الوقت، الله اعلم، هذا يعني كلام. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.